تستطيع أن تحقق من هذا الموقع $5 يوميا وبدون إحالة، والموقع خاص بالمبتدئين. وإذا كنت تشتغل في الموقع يوميا أضمن لك ما بين $100 و $150. السلام عليكم ورحمة الله. هذه هي الأرباح التي حققتها من هذا الموقع، ولله الحمد، $12، $8، $6، $18، وهكذا ولله الحمد. موقع سهل جدا ولا يحتاج منك لا خبرة ولا مجهود ولا موهبة ولا ملحزن. ورابط الموقع مع كيفية التسجيل إلى آخره سوف تجدها في وصف هذا الفيديو، يعني في أسفل هذا الفيديو. أي مبتدئ في الربح من الأنترنت لا أنصحك بأي موقع حاليا إلا هذا الموقع. موقع يقدم خدمات راه من دولار إلى $8 في الخدمة الواحدة. فعملية الاشتراك في الموقع سهلة جدا، فقد قدمتها لكم في شرح سابق في وصف هذا الفيديو. عندما تدخل أنت، الشيء الذي يجب عليك فعله في هذا الموقع بكل بساطة، تمام، بدون الربح من الإحالات. نعم فيه ربح من الإحالات، وها هي $14 سوف نقوم بسحبها والأمر عادي بالضبط، تمام. العملية للربح من هذا الموقع، عندك اختيارات، عندك إما أن تقوم بإتمام هذه المهمات، هي $1 0.5، يعني هناك مهمات فيها 200 0.200 200 400، يعني مهمات إذا قمت بتطبيق 6 مهمات أو 5 مهمات يوميا فأنا أضمن لك يعني تصل ما بين $3 إلى $5، هي مهمة بدولار إلى آخره. هناك بعض المهمات أخرى تكون غالية، وهذا الشراء يوميا، يعني تقوم بها اليوم وتقوم بها غدا وبعد غد وهكذا، يعني سوف تختار هذا المكان ثم سوف يقدم لك بعض خدمات $$$.00، يعني فقط أنا هير 5 مهمات في اليوم راه $5. وهناك مهمات أخرى يعني يمكنك العمل فيها مثل هذه المهمات، يعني تثبيت برنامج، تحميل لعبة، هاي يعني مهمات يعني أسعارها تختلف كل مرة كيف. ففي هذا المكان كل يوميا تطلع على هذا القسم، لأن أحيانا في هذا القسم تجد أسعار غالية جدا بالضبط في هذا القسم. لا أعرف اليوم لماذا هي أسعار رخيصة، ولكن راه تصل إلى $8 $10 في المهمة الواحدة. كي لو طلع عليكم مهمة بكل بساطة، هنا يخبرك أن هذه المهمة إذا قمت بها سوف تأخذ 1.200، يعني دولار سوف تربحها في هذه المهمة، يعني سوف تنقر، يعني خاص بتحميل شيء البي دي اف، سوف تقوم بالدخول وتقرأ المهمة. بكل بساطة سوف تقوم بترجمتها إلى اللغة العربية، ثم هنا سوف تقرأ المهمة، طبق ما قال لك، يقول لك احتفظ بهذه الوظيفة، قم بتحميل هذا الملف وقم بتطبيق واحد، عندك 5 مراحل 5 عمليات، انقر فوق الزر تنزيل ملف، انقر فوق تنزيل ملف، ثم اكمل العرض لتنزيل ملف. شيء بسيط جدا، وسوف تربح $1.2، يعني نقول بالمغربية 12 درهم مغربية في واحد المهمة واحدة. والجميل في الموقع أنه خاص بالمبتدئين، وتربح فيه أكثر المهمات، والمهمات كثيرة جدا إخوة الكرام، مهمات كثيرة. ولكن الذي قال لكم أو شخص يقول لكم أنك سوف تربح مليون 2 مليون 3 مليون 4 مليون في الشهر في هذا الموقع، فرا أحمق. نعم ممكن أن تربح في هذا الموقع $50 $100 $150 إلى $200 شهريا، ولكن يعني $2000 $3000 في الشهر را الحماق. الآن سوف نتعلم كيف يمكن نسحبها من هذا الموقع. أنا وصلت $14، تمام، سوف أختار على والد من هذا المكان بهذا الشكل، ثم بعد ذلك سوف أختار هذا المكان هذا، تمام. ها هي الأرباح التي سحبتها باش الناس يكونوا على يقين. ها هي راه كاين هي 2 يوم 3 أيام إلى آخره، سوف أختار بهذا المكان. هنا يعطيني بعض الاختيارات، يا الباي بال يا 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 عدة سكرين إلى آخره، أنا أختار باي بال طبعا. هنا $14 سوف يتم إرسال لي 11.40، تمام. سوف أختار أنني موافق على هذه الشروط إلى آخره، ساند بهذه الطريقة. سوف يرسل لي جيميل أو رقم، سوف أقوم بالدخول، أقوم بنسخ هذا الكود هذا بهذا الشكل، تمام، ثم أقوم بوضعه في هذا المكان، ثم عملية الإرسال. فهو حاليا قال لي إرسال، ها هو يقوم بتدوير، إن شاء الله في يوم أو يومين سوف يظهر بهذا الشكل إن شاء الله بحول الله. وسوف نقدم لكم إن شاء الله قريبا مواقع خاصة فقط بالمبتدئين وأرباحها عالية، ليس مثل المواقع الأخرى التي تقدم سنتات قليلة جدا. وأتمنى لكم التوفيق. والموقع على التذكير أنه يمكنك أن تربح حتى من الإحالات ومن تمام المهمات، وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.